جينا كان نحتفلوا بشهر اكتوبر الوردي ودرنا مسيره ورديه سميناها لا مارش روز اللي كيشاركوا معنا كاع العيالات، وهي مسيره تحسيسيه من اجل التذكير بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. وجيت اليوم انا بصفتي كمريضه مصابه بمرض المرض سرطان الثدي، وبصفتي كمتطوعه في مؤسسه لالا سلمى، جيت نقول للعيالات انهم يمروش بنفس التجربه اللي مريت بها انا، لان انايا في 45 سنه ما كنتش كندير الكشف المبكر، وبقيت تسنيت حتى 48 سنه في الاخر لقيت عندي واحد لا تيومور. والعلاج رغم انه الحمد لله موفر في المغرب، مؤسسه لالا سلمى موفره لنا جميع الوسائل للعلاج، ولا حتى العلاجات النفسيه لا سوسيو استيتيك لا كل شيء موجوده لينا، ولكن شويه العلاج كيكون طويل. الانسان اللي كيدير الكشف المبكر كيكون السرطان في البدايه ديالو، العلاج كيكون خفيف وما كيمرش من هذا الطول ديال العلاج وواحد النوع ديال المعاناه. واليوم انا جيت نقول للعيالات خصكم العيالات تمشيو ديروا الكشف المبكر، يعني انت باقا في اطار العلاج الان الحمد لله. انا دابا في مرحله ديال الكيماوي الله يعيني لا شيميو، وعندي يعني الاشعه على غد، ولكن الحاله مستقره الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. المغال طالع مع لي بينيفول ديال لا فونداسيون لالا سلمى، تلقيت منهم واحد العنايه واحد المحبه، لان عوضوا لي بزاف الحاله النفسيه كانت ديالي مكسره، وحضنوني بيدهم بجوج وخلوني كنحس انني بالعائله ديالي. والشيء اللي خلاني انني تشجعت انا نولي متطوعه وندي يدي لحالات اخرى باش نواسيهم ونشجعهم ونخليهم يخليو الامل في النفس ديالهم، وان شاء الله العلاج راه ان شاء الله. يا ربي الله يجيك الشفاء.